انا معايا دلوقتي للتعليق على الهاتف الاستاذه نهاده ابو القمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الانسان واكيد المحاميه المعروفه. اهلا وسهلا يا استاذه نهاد. اهلا بيكي، ازيك يا استاذه امينه؟ ازاي حضرتك، عامله ايه؟ طيب الحمد لله. دلوقتي اتقبض على ناس وتمت محاكمتهم زي حنين حسام او مودة الادهم او هدير عبد الرازق او غيره او غيره او غيره، وبرضه الناس ما بتتعصش من اللي بيحصل. فقولي لي تعليقك ايه؟ يعني شايفه الموضوع ده حله ايه؟ يعني نوقف الموضوع ده ازاي؟ يعني مبدئيا هو في قانون بيحكم كل جرائم الانترنت اللي حضرتك بتشيري ليها دي، اسمها جرائم الانترنت او قانون تقنيه المعلومات. القانون ده بيقول في الماده 25 منه انه بتعد جريمه كل ما هو مخالف لقيم الاسره. فايه الجريمه؟ عقوبتها بتوصل لحد 5 سنين سجن، وده اللي اتحكمت بيه حنين حسام ومواد الادهم والاسامي اللي انت ذكرتيها. لانه الحقيقه احنا بنتكلم على بعض المشاهد بتبقى يعني فعل فاضح، بس بدل ما هي كانت في قانون العقوبات فعل فاضح في الطريق العام، زي ما حد يقلع عريان ويمشي في الشارع ده بتقبض عليه بجريمه فعل فاضح في الطريق العام. احنا قدام فعل فاضح على وسائل الاتصال، وفي قانون كامل شامل بيعادل قانون العقوبات كله على جرائم الانترنت. طيب الفكره او ليه الناس مش بتتعظ؟ لانه زي ما انت تفضلتي كده المكسب بيبقى كبير. انا الحقيقه مش عارفه بيجي منين مبدئيا، بس واضح انه بسمع بقى حاجات اللي هي على الهوا ويبعتوا عصافير وورد واسود، وفي برايس ليست في الموضوع كده، كل حاجه ليها ثمن عامل ازاي، وفي حاله من الهوس بالتطرف في كل شيء. يعني التطرف في اللعب، ان الناس تقعد ترمي على نفسها دقيق وبيض وتعمل على دماغها كيك، وفي تطرف في الالفاظ، وفي تطرف في المشاهد والقلع والعري وكل الحاجات الغريبه اللي بنشوفها دي. طيب احنا قدام مننا سكتين، اما ان وحده الرصد داخل مكتب النائب العام ترصد الحاجات دي، والحقيقه هم بيعملوا ده ورصدوه في الحالات الاكثر شهره اللي هي يعني بتاخد الترند، لكن لان بتتكلمي على فيضان انت مش متخيله. يعني شوفي اكونت التيك توك او البلاتفورم ده او المنصه دي عليها كام، لو حبيتي تحسبي المصريين بس، بتتكلمي على اجمالي سكان مصر 104 مليون، انت عندك تقريبا 100 مليون حساب على الفيسبوك وما يقرب ليهم على التيك توك. يعني الناس عندها حساب واثنين وثلاثه، والا كلها شخص طبعا عنده حساب واثنين وثلاثه. ايوه والا تحسبي اللي لسه ما اتولدش يعني. يعني ظاهره كم التوسع والانتشار فيها هو حتى اكبر من قدرات المؤسسات الرسميه. فزي ما قلت في سكتين، سكه الرصد اللي بتعمله النيابه العامه تعمل على اخرها، لكن في النهايه طبعا الاعداد ضخمه جدا، او سكه انه حد يقدم بلاغ، يعني حد الكلام ده بيسيء اليه او بيشوفه ان هو مسيء للبلد بيقدم بلاغ، وبالتالي حتى لو يتم اذا ما حصلش رصد من وحده الرصد في النائب في مكتب النائب العام، فبناء على البلاغ اللي بيتقدم من اصحاب المصلحه اللي هم بيأذيهم الكلام ده، ساعتها مكتب النائب العام بيتحرك. طيب ممكن اي حد زي حالاتي وحالاتك واي حد بيتفرج يقول لك طب انا صفتي ايه علشان اقدم بلاغ؟ هو الحقيقه عندنا برضو في القانون، قانون الاجراءات الجنائيه، بيقول انه كل من علم بجريمه، يعني مش لازم الجريمه تكون حصلت ليكي مباشره او ليك مباشره. ما احنا عايزين نحمي اولادنا برضو. بالظبط، يعني كل علم بجريمه يقدر يقدم بلاغ حتى اونلاين. يعني النهارده مكتب النائب العام كمان عنده ويب سايت والناس تقدر تدخل اونلاين ونقول يا جماعه دي جرائم بترتكب من الاكونت الفلاني، او ادي الصور بتاعت الاكونت الفلاني. يبقى ساعتها احنا بنساعد بعض، ما بنعتمدش بس على وحده الرصد في مكتب النائب العام، لكن كمان الناس بتقدم بلاغات لمكتب النائب العام علشان يحصل الردع ده. لكن الاهم منه يا اميره انه محتاجين ان الناس تتكلم فيه كتير وتفكر كتير بايه اللي بيحصل. يعني زي انت ما قلتي كده على موضوع مواد الادهم ومش عارفه ايه وغيره،
لانه النهارده الترند بيقلب على طول، يعني الموضوع ممكن الناس تبقى مشغوله بيه يوم واثنين وثلاثه وبعد كده يقلبوا على حاجه تانية وينسوا، فبينسوا ان في بس قانون ايه الجراءه دي؟ ايه الجراءه دي؟ ليه كده؟ يعني ما سيبك هو بقى من ان انا بكلم حضرتك كمحاميه، بكلمك كست كسيده، فازاي بيعملوا كده؟ ازاي بتهون عليها بصي نفسها وبتهون عليها كرامتها بالشكل ده؟ يعني بصي هو ده ليه اسباب كتيره، يعني في سبب منه ما تقدريش تقولي ان في سبب واحد، انما ممكن تقولي ان في مستوى من الجشع، بمعنى انه فلوس سهله جدا سريعه، ده عامل زي اللي يطلع الاتوبيس ينشل الناس، ما هي دي جرأه، عامل زي اللي ينط على بلكونه حد علشان يسرق منه حاجه، لا والله دي مش عامله زي دي، اهو زي اللي الحرامي بيتحرك. بيحاول يسرق في الضلمه ومحدش شايفه، لكن انتوا طالعين على العلن قدام الناس كلها شايفاكوا، ما هو ما الناس هو كلها بتتفرج عليكوا. لا لا، ما هو يعني ده اللي عنده مسطره قيم سليمه ومظبوطه زي حضرتك، عارف الغلط من الصح وعارف ان دي حاجه بتشين اصحابها، لكن في ناس بتوصل قدام المكسب لانه الشاب مكشوف، يعني لما حد يصور وهو نايم على سرير وشبه عريان، يعني وتلاقي انت شفتي حاله مثلا زي البنت اللي هي بتاعت في الشارع اللي وراه دي، يعني هي طالعه هي وابوها في تيك توك، هو عبيط يعني، ايوه ابوها مش عارف ان بنته بتصور وعارف ان صوته طالع، لكن الحته عارفه فيها كان حاصل مقارنه على السوشيال ميديا، حصل مقارنه ما بين بنت شيرين عبد الوهاب ربنا يحفظها يا رب، وانها متفوقه في دراستها وانها شاطره جدا والمدرسه منزله لها بتكرمها على السوشيال ميديا كلها، الناس قارنت ما بينها وما بين واحده زي سوزي اللي حضرتك بتتكلمي عليها اللي هي اللي قالت بتاعت انا الشارع اللي وراه، فبيعمل عملوا مقارنه ما بين الاثنين، يعني انه هي الحقيقه حتى ده مقارنه في بس غير انا شفتها مقارنه برضو ظالمه، لان ظلمه ظلمه يعني البنت فيها ظلم كبير، طبعا لان البنت طبعا ما خدتش نفس التعليم ولا نفس التوجيهات ولا نفس يعني في، ولكن انه فين الاهل؟ معلش يعني فين لا الاهل؟ هو الحقيقه خلينا انا اختلف كمان بقى اللي يضايقك اكتر يا استاذه نهاد، انه واحده مثلا زيها او زي غيرها من الناس اللي معروفه على السوشيال ميديا دي، البرامج بتجري وراهم عشان تصور وراهم معاهم، تخيلي؟ لا ما هو ما انتي انهي برامج برضو معلش، يعني والله برامج على في التلفزيون. خليني اختلف معاكي في قصة انها مقارنة ظالمة للبنت، لا هي مقارنة ظالمة للبنت، بنت شيرين البنت ايوه ما انا قصدي المتفوقة، كده يا فندم. يعني ما اقدرش اقارن بنت متفوقة دراسيا ببنت طالعة تتباهى انها ساقطة معلش 30%، بس دي تلقي التعليم عامل ازاي ودي تلقي التعليم عامل ازاي؟ دي ملهاش علاقة، يعني يعني بصي في يعني ماشي. انه حد يبقى شايف انه التعليم هو وسيله للترقي الاجتماعي بتاعه، ففي ناس كتيره جدا يعني اوائل الثانويه العامه كلهم تقريبا ناس ولاد ناس محترمه وبسيطه وما كانوش طبعا اذكياء، طبعا يعني طبعا طبعا لكن صح هم دول يتقارنوا بدول، يعني صح نقدر نقول انه بنت شيرين تتقارن باوائل الثانويه العامه، دي صح بنت مجتهده ومتفوقه ما رغم شاء الله عليها، ما شاء الله اختلافها عليها، ما شاء ببيتها الله عليها، وظروف مامتها والناس لوحدهم عملوا المقارنة على فكرة بالظبط يعني. بالظبط. فهنا هنا النقطة الثانية اللي أنت قلتي إن في بعض البرامج بتجري ورا أيوة العيال بتوع البلوجرز والتيك توكرز والحاجات دي كلها، اللي هم ما بيقدموش محتوى يعني محترم، بالعكس في محتوى يشكل جرائم زي ما طبعا جرائم صرحتي. اجتماعية طبعا. الحقيقه البرامج دي نفسها بترتكب جرائم وبترتكب مخالفه لميثاق العمل الاعلامي، وده المفروض نقابه الاعلاميين تتحرك فيه، صح لان انا عارفه ان نقابه الاعلاميين والنقيب المحترم طارق دول عندهم كمان وحده رصد صح وبيرصدوا بعض الحاجات، صح فهنا دي مسؤوليه نقابه، يعني فيما يتعلق بالمنصات التواصل ايوه ايوه الاجتماعي ده مسؤوليه تمام مكتب النائب العام، فيما استاذه يتعلق بالبرامج اللي بتركب بقى على الكلام ده علشان تحقق مشاهدات بتضرب بعرض الحائط بقى اي عوار على كلام الاعلام والله، انه ان الشخصيات دي تطلع على الشاشات يعني طبعا، حاجه يعني ولكن الواحد بيستغرب يعني. خدي بالك بقى، يعني انا هنا عايزه احيي نقابه المهن التمثيليه والنقيب اشرف، وقفت في الموضوع ده لانه صح لسه مطلع
تصريح وبيان من النقابة أنه اللي هيستعين ببلوجر في التمثيل مش واخد تصريح من النقابة ده هيتغرم 1,000,000 جنيه. صح. والحقيقة دي حركة قوية جدا. صح. لأنها صح. بتحافظ على أنه الناس ما تجريش. صح. صح. تركب على أي صح. كلام فارغ ومرتكب. أيوه. جرائم على منصات التواصل لمجرد أنها تعمل. أعتقد أنه طارق أبو السعود نقيب الإعلاميين محتاج انه كمان ياخد موقف من البرامج اللي من طارق سعده. طارق سعده. طارق سعده. ايوه انا بشكرك جدا استاذه نهاده ابو القمصان عضو المجلس القومي لحقوق الانسان واكيد طبعا المحاميه المعروفه. وكمان في سؤال تاني، يعني الاهالي فين؟ فين الاهالي؟ شايفين الكلام اللي بيحصل ده ولا لا؟ معايا كمان دلوقتي على الهاتف الاستاذ اشرف فرحات المحامي بالنقد. وعلى فكره الاستاذ اشرف لاحق ناس كتير جدا من اللي بيطلعوا على التيك توك او على اي منصه بشكل غير لائق او بشكل يعني غير مشرف، او الواحد مش عارف يقول الفاظ ايه على الشاشه يعني، ولكن يعني ان استاذ اشرف لاحق العديد منهم، واعتقد ان هو ما زال بيلاحق العديد منهم. استاذ اشرف الو. طيب نحاول نرجع، نحاول نرجع نكلمه مرة تانية. الأهالي فين؟ فين الأهل؟ يعني الواحد بقى يشوف فيديوهات أنا مش عارفة. وبرضه بتضايق من حاجة تانية، إنه الناس اللي بتتفرج بتتفرجوا ليه على الحاجات دي؟ ليه بتتفرجوا عليها؟ ليه بتعملوا لهم سعر؟ ليه بتعملوا لهم تمن؟ اتفرجوا على الحاجات المفيدة. أنا مش فاهمة أما يبقى التيك توك ده مليان مليان في مادة جميلة جدا على فكرة، بيجيب حاجات كتير اجتماعية وسياسية وطبية وكل حاجة، في كل حاجة. احنا ليه بنجري ورا التفاهة؟ ليه دايما نحب نجري ورا التفاهة؟ انا مش فاهمة. ويا ريتها تفاهة بس، ده هي تفاهة الواحد يقول ايه يعني، حاجة يعني غير لائقة خالص. السيدات بقى والبنات اللي بيطلعوا يلموا فلوس ويقولوا الناس كبس كبس كبس، اديني اسد واديني مش عارف ايه واديني مش عارف ايه، وانت طالعه لا لبسك ينفع ولا اسلوبك ينفع ولا طريقتك ينفع، قابله على نفسك كده ازاي؟ قابله على نفسك كده ازاي؟